نشرة والحصاد من قناة الجزائر الدولية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تغلق باب ترشح لانتخابات الرئاسة وتحصي أزيد من 80 مترشحا. في السودان إطلاق سراح معتقلين بارزين وعودة الهدوء إلى شوارع الخرطوم. قبيل أسبوع من استئناف محادثات في فيينا ووصول مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بطهران، تعلن مقتل 9 من الحرس الثوري باشتباكات مع القوات الأمريكية. اعتقالات واحتجاجات عنيفة في أوروبا بسبب القيود الهادفة إلى الحد من انتشار كورونا. وفي الرياضة، العنف يعود إلى الملاعب الفرنسية. هذه التفاصيل. أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا غلق باب ترشح لانتخابات الرئاسة في وقت تجاوز عدد المترشحين 80 مترشحا، ليدخل الاستحقاق الانتخابي أحد أهم مراحله مقابل استمرار تجاذبات حول الظروف المحيطة بموعد 24 ديسمبر. تنتهي أولى محطات استحقاق الرئاسية في ليبيا لتبدأ إحدى أهمها. نحو 90 مترشحا توقفت عندهم إحصائيات مفوضية الانتخابات وفق الملفات المودعة لديها. وإذ أضحت الكرة الآن في مرمى الجهات القضائية المختصة ضمن عملية البت في هوية المترشحين المقبولين في السباق الانتخابي من المرفوضين، فإن معطيات عدة تبرز كعوامل مؤثرة على العملية الانتخابية ككل. بغض النظر عن الجدل الحاصل حول ترشح شخصيات تبدي كتلة شعبية واسعة داخل ليبيا رفضها لها، تتجه الأنظار نحو مصير مترشحين بارزين تشوب ترشحهم عوائق وموانع قانونية طالما شكلت هواجس بالنسبة إليهم، في مقدمتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة الذي من فك ينتقد قانون الانتخابات المفصل على مقاس شخصيات بعينها وفق تأكيده، وهو القانون الذي يعيق قبول ملفه كما يذهب إلى ذلك مراقبون، ويتعزز الطرح هذا بتقلص احتمال إقرار تعديلات عليه، لكن آراء أخرى تذهب إلى وجود ثغرات قانونية في صالح دبيبة. في الجهة المقابلة لا يواجه كل من سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر الرفض الشعبي ودعوات المدعي العام العسكري إلى إبطال ترشحهما فحسب، فالمترشحان يقفان أمام معضلة المتابعة القضائية بحقهما، ما يتعارض مع الإجراءات القانونية المعمول بها في قبول ملفات الترشح. 12 يوماً ستمر فيها ملفات المترشحين على غربال التحقيق والتدقيق، بما في ذلك مرحلة الطعون والفصل فيها، على أن تنشر بعدها القائمة النهائية للمترشحين الذين سيتنافسون رسمياً على منصب رئيس البلاد، محطة تاريخية يولي لها المجتمع الدولي أهمية بالغة وفق خارطة الطريق الداعمة لاستقرار ليبيا. أما محاولات عرقلة ذلك فلا رد لها سوى تسليط عقوبات على أصحابها تراهن ذات الأطراف. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة محمد السوكاني، رئيس مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس عبر الهاتف. أهلا بكم سيدي. إذن رسميا غلق باب الترشيحات في ليبيا أستاذ السوكاني، ما الذي تم تسجيله كملاحظات خلال هذه المرحلة؟ أول حاجة نحب نشكركم بعتكم عن المفاجأة من أخونا في الجزائر الاتصال لمكتب الإدارة الانتخابية طرابلس على آخر المعلومات بالنسبة للحدث الكبير الذي يشاهد الشعب الليبي وهو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في نفس الوقت إن شاء الله. بالنسبة اليوم هو كان آخر الانتخابات الرئاسية مع الساعة 4 مساء،
أكثر من دار انتخابية، فتستقبل في الأخوة اللي يدخلوا داخل الباب الرئيسي للفوضية في الساعة 4. الأعداد كبيرة جدا اليوم، كانت حوالي متوسط 25 شخص تقريبا، أمس كانوا معدل حوالي 25 شخص، إجماليهم كان أكثر من 70 أو حوالي 80 شخص تقريبا. وإن شاء الله هذا تم النماذج بتاعهم والمستندات الرسمية، وإن شاء الله حيتم قبولهم، وهذا حتى بعد قوموا بالكشف الطبي بعد التنسيق مع المفوضية العليا في أحد المطاحات اللي تم التنسيق معها بالنسبة للمفوضية، بعد ذلك النموذج بتاع الصحي. بالنسبة للانتخابات البرلمانية حتستمر معنا لحد يوم إن شاء الله 28، واحتمال قابل للتمديد بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس المفوضية إن شاء الله. الأعداد كيف ما قلت لك كانت كبيرة جدا، أكثر من 200 عضو برلماني ترشح قدم أوراق للترشيح، وقلت لك الرئاسي تقريبا حاول أكثر من 70 أو 80 شخص قدموا أوراقهم للترشيح. نظر الازدحام البطاقات الانتخابية في محل المواطنين، تم تمديد الدوام اللي عملوا فيه الأخوة المراكز الانتخابية اللي أكثر عدد أكثر من 300 حوالي 318 مركز داخل مدينة طرابلس الكبرى. الدوام اللي كان في السابق حوالي من الساعة 2 ظهرا إلى الساعة 6 مساء، الدوام هذا تم تمديده من الساعة 12 إلى الساعة 6 مساء بسبب ازدحام الأخوة المواطنين على. طيب سيد سوكاني، ما هي الخطوة المقبلة التي تلي إيداع الملفات؟ هي المرحلة راح تكون بعد امتداد القوة النهائية. الأخوة اللي قدموا أوراقهم هذول ما تمش اعتمادهم كليا بالكامل، هذول حيتم التدقيق في ملفاتهم مرة ثانية من عدة جهات بعد المفوضية. يتم نشر القوائم الرئيسية من الأشخاص اللي تم اعتمادهم، بعد ذلك يتم القائمة هي يتم تعليقها في المفوضية وعلى وسائل الإعلام على ضوء الأشخاص اللي عنده أي طعن. بعد ذلك يقوم بعملية الطعون، مراحل الطعون تعد المفوضية وزعتها على مواقع الاتصال التواصل الاجتماعي المرحلة الابتدائية، المرحلة الثانية في حالة الشتوي. في حالة عدم الشخص ما التزمش باللائحة اللي وضعتها المفوضية حسب استبعادها. شكرا. وكذلك المفوضية عادة شكرا تجيب لأي قرار بحاجة في حالة. نعم شكرا جزيلا لك سيد محمد السوكاني رئيس مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس على كل هذه التحليلات، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا نبقى دائما في طرابلس، وينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الليبي عبد الحميد الحصادي. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك سيدي العزيز وبأهل الجزائر جميعهم، لشرف لنا الخروج على هذه القناة والإعلام الجزائري. أهلا وسهلا. إذن أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، عشرة المترشحين ممن أودعوا ملفاتهم، كيف تقرؤون في ليبيا هذه المرحلة الأولى؟ نعم، هو الحقيقة يعني لا يعني مرحلة مصيرية من تاريخ ليبيا الآن، تمر بأول انتخابات كما أسلفت رئاسية تشهدها البلد في حالة من الضعف، في حالة من التشتت، في حالة من الفرقة. خرجت ليبيا منذ برهة بسيطة من حالة الحرب إلى حالة التوافق على أن نذهب إلى انتخابات توحد البلد وحكومة وحدة وطنية، كانت يعني لها الدور الحقيقي في تعبيد الطريق أو في يعني تسهيل الطريق إلى أن نصل إلى انتخابات حقيقية رئاسية وبرلمانية في 24 من ديسمبر الحالي. الحقيقة يعني الزخم الذي تشهده الآن الساحة الانتخابية من الإقبال على هذا الاستحقاق الوطني من في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية لهو حقيقة يعني مشهد حسن يدعو إلى أن جميع الليبيين وجميع النخبة الليبية ذاهبة إلى الانتخابات وتريد أن تخلق جو من التفاهمات. بالتأكيد هناك يعني عدد لا بأس به، يعني تفاجأنا نحن الليبيين بهذا العدد الكبير من الساسة ومن النخب. نعم. إذن طيب النخب
التي تقدمت إلى الرئاسة والترشح. نعم، ماذا عن أبرز إذن ماذا عن أبرز الأسماء التي يمكن اعتبار ملفاتها مستوفية للشروط القانونية؟ نعم، بالتأكيد المفوضية وضعت شروط وضوابط للعملية الانتخابية والترشح. اليوم كان آخر يوم الإعلان عن قبول ملفات المترشحين للرئاسة، الانتخابات الرئاسية، الذي يعني اقتربوا من 100. ولكن لا زالت هناك مرحلة أخرى، مرحلة الآن يعني عرض بعض الملفات على النائب العام، على البحث الجنائي، على بعض الأجهزة الدولة لكي يتم الاطلاع عليها. وبعد 24 سيكون هناك 52 يوما لفتح الباب للطعون، وأي ملف لا يعني أو ناقب أو مترشح لا تتوفر فيه الشروط بالتأكيد سيتم استبعاده بعد النتائج الأولية. ولكن بالتأكيد هي ضوابط وقوانين وضعت رغم حالة عدم القبول من بعض الأطراف، ولكن تظل هذه القوانين هي الآن أمر واقع لضبط هذه الانتخابات. نعم، سيد عبد الحميد، بما أنكم تكلمتم بما أنكم تحدثتم عن القوانين، هل تجاوزت ليبيا اليوم مرحلة الجدل المتعلق بقانون الانتخابات وأضحى أمرا واقعا؟ نعم، أقولها وبكل صراحة، أصبح الأمر الآن يعني قبلت الانتخابات من كل الأطراف. الآن وجدنا من يومين يعني ترشح العديد من الشخصيات التي كانت رافضة للانتخابات، يعني ربما يعني تيار فبراير بالكامل كانوا رافضين لهذه الانتخابات لأنها خرجت من طرف واحد، ووضعت القوانين يعني من قبل يعني مجلس النواب دون التشاور مع مجلس الأعلى للدولة ومع الأطراف والنخب الليبية. ولكن يظل الصندوق هو الفيصل، ويظل الجميع يعني أمام اختيار الشعب الليبي، وتظل إرادة الشعب الليبي فوق كل شيء. الآن جميع النخبة وجميع السياسيين يعني ذهبوا إلى أن يرشحوا أنفسهم، وهذا شكرا جزيلا لك سيد عبد الحميد الحصادي المحلل السياسي الليبي. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف. يخيم الهدوء على شوارع الخرطوم بعد إعلان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان اتفاقا حول إنهاء الأزمة في البلاد، اتفاق لاقى ترحيبا إقليميا ودوليا. هدوء حاضر في الشارع السوداني وترحيب دولي بإعادة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى منصبه بعد إمضائه وثيقة اتفاق مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان وفق شروط وبنود تم تحديدها في الوثيقة لتسيير المرحلة المقبلة من جديد. أولى بوادر انفراج الأزمة تجسدت في الإفراج عن بعض القادة السياسيين من رؤساء أحزاب ومستشارين وإطلاق كافة المعتقلين السياسيين لاستعادة الانتقال والنظام الدستوري وسيادة القانون. حمدوك أكد أن الاتفاق الذي أبرمه مع قائد الجيش يمنحه كامل الحرية في اختيار حكومة كفاءات وطنية سترتكز في عملها على قضايا محدودة من بينها التحول الديمقراطي في البلاد. هذه الخطوة وجدت انقسامات في الشارع السوداني ما بين مؤيد ومعارض، مجموعة كبيرة جدا لا زال ترفض هذا الاتفاق السياسي الذي تم بين الطرفين وتعتبر أن هذه الخطوة هي خطوة انقلابية، بينما المجموعة الأخرى تؤيد هذا الاتفاق الذي تم بين الطرفين وترى بأن هذا الاتفاق سيخدم مصالح السودان خلال الفترة المقبلة. ترحيب أممي ودولي بالاتفاق الجديد في السودان، ترحيب اعتبر بمثابة انفراجة للأزمة التي دامت أسابيع في البلاد يهدف بالأساس لدعم العملية الانتقالية. الاتحاد الإفريقي عبر عن ترحيبه بهذه الخطوة كدفع جديد للمسار الديمقراطي وتحقيق الاستقرار للحفاظ على مكتسبات الخرطوم السياسية والاقتصادية، فيما دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأطراف السودانية إلى مضاعفة الجهود لإكمال المهام الرئيسية للانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية. كما اعتبر مسؤول شؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن إعادة حمدوك إلى منصبه هي أول خطوة لإعادة العملية الانتقالية لطريقها الصحيح.
أكدت مصادر إعلامية أن متمردي جبهة تحرير تيغراي والقوات المتحالفة معها تمكنت من الاستيلاء على مدينة شواروبيت المتواجد بها أكبر معتقل للسياسيين في البلاد على بعد 230 كيلومترا من العاصمة أديس أبابا. هذا ولا زال القتال مستمرا بين القوات الحكومية والقوات الخاصة لعفر وأمهر على ثلاثة محاور في الجهة الجنوبية. ومن جهة ثانية أعرب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد مجددا عن تقديره للإثيوبيين المغتربين الذين نظموا مسيرات حاشدة حول العالم تأييدا للحكومة الإثيوبية. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره اللبناني عبدالله أبو حبيب إن روسيا سلمت لبنان صورا التقطتها أقمار صناعية تتعلق بتفجير ميناء بيروت، ونأمل أن تساعد في التحقيق في أسباب الانفجار. يحدث هذا في وقت بعث فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسالة إلى الرئيس اللبناني ميشيل عون هنأه فيها بعيد الاستقلال، مؤكدا دعم بلاده لسيادة لبنان ووحدة أراضيها وعدم جواز أي تدخل خارجي في شؤون لبنان. أعربت إيران عن أملها في أن تكون زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران بناءة، وذلك قبل أسبوع من استئناف محادثات في فيينا مع القوى الكبرى لمحاولة إنقاذ الاتفاق حول الملف النووي الإيراني. تأتي هذه التصريحات تزامنا مع إعلان البحرية الإيرانية عن اشتباكات مباشرة مع قوات أمريكية في الخليج. أقل من أسبوع يفصل إيران والقوى الغربية عن موعد العودة مجدداً إلى فيينا لاستكمال الجولة السابعة من مفاوضات الاتفاق النووي الإيرانية في أجواء مشحونة بين الطرفين قد تقلص فرص إنقاذ اتفاق لوزان. آخر حلقات التصعيد بين الغرب وطهران كانت ما كشف عنه قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني رضا تنكسيري الذي اعترف بأن اشتباكات عسكرية مع القوات الأمريكية في بحر عمان خلفت سقوط 9 جنود من قواتها، مضيفا أن مياه الخليج شهدت مواجهات عديدة دون الإعلان عنها لوسائل الإعلام. التوتر على مياه بحر عمان يتزامن مع زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران، والتي كانت قد استبقتها تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يطالب الوكالة بعدم السماح باستغلالها لأغراض سياسية. لطالما أوصينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار التعاون الفني وعدم السماح لبعض الدول باستغلالها لأغراض سياسية ولتمرير أجندتها. سنتوجه إلى فيينا لأننا عازمون بشكل جدي على إلغاء العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني بفريق تفاوضي شامل يسعى إلى تحقيق هذا الهدف. بدوره جدد كبير المفاوضين الإيرانيين تمسك بلاده بمواصلة أنشطتها النووية رغم تحذيرات المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي من أن وتيرة طهران المتسارعة في تعزيز مخزونها من اليورانيوم يهدد باستحالة العودة مجددا إلى الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015. ومعنا عبر الهاتف الدبلوماسي الإيراني السابق هادي أفقهي عبر خدمة سكايب. أهلا بك سيد هادي. أهلا وسهلا حياكم الله. إذن ما الذي يعنيه خطاب طهران الموجه للوكالة الدولية للطاقة الذرية قولها عدم السماح باستغلالها لأغراض سياسية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، لك التحية والمشاهدين الكرام. في الحقيقة يعني بعض الأحيان ترسل تقارير من طرف مدير الوكالة أو مفتشي وكالة الطاقة الذرية الذين استقروا في طهران، تقارير يعني لها بعد سياسي أكثر من لها بعد فني وتقني وحرفي الذي هو يعني الإطار المحدد للتعامل بين إيران وبين وكالة الطاقة الذرية. فاحتجت إيران على تصريحات السيد غروسي عندما يأتي إلى طهران يقول هذه المفاوضات طيبة وجيدة وبناء، وعندما يغادر إيران ويذهب إلى دول أخرى أو في مقر وكالة الطاقة يصرح تصريحات تشجع الأمريكيين على التمادي في غيهم وعلى زيادة العقوبات على إيران. إذن نحن ننصح حقيقة وكالة الطاقة الذرية والسيد غروسي أن يتخذ جانب الحياد ولا يسيس المهام الموكل بها وهي مهام
استشراف مهام تفتيش ومهام تقنية وفنية بحتة. إذن من هذا المنطلق نحن اليوم استقبلنا السيد روسي وهو الآن ضيفنا في طهران، ونأمل أن تكون هذه الزيارة بالحقيقة بادرة خير، ونحن على اعتاب الجولة السابعة للمفاوضات النووية بيننا وبين مجموعة الأربعة زائد واحد بغياب الأمريكي الذي خرج بصورة أحادية. سيد هادي أفقهي، ما نأمله سيد هادي، هل ذهاب طهران إلى فيينا هدفه الأول رفع العقوبات كشرط أساسي قبل نقاش الاتفاق النووي؟ يعني الاتفاق النووي أخي العزيز أبرم عام 2015 ووقع عليه الجميع، وإيران يعني طبقت بحذافير بند هذا الاتفاق عمليا على الأرض، وأقرت يعني وكالة الطاقة الذرية من رفعها التقرير للأمم المتحدة والمجلس الأمن من أن إيران لم تخرق هذا الاتفاق وطبقت كل تعهداتها. ولكن الطرف الأمريكي خرج أيام ترامب، هو الذي مزق الاتفاق وفرض عقوبات أكثر من 300 عقوبة فرضها على إيران. هذا خروج عن النص. نحن نقول بأي حق يخرج الأمريكي ويمزق الاتفاق ويفرض عقوبات؟ إذن إذا أردتم أن تصبح الأجواء مناسبة وترفع الإشكاليات والعقد الموجودة على أمريكا، أولا وبالذات أن تعيد العقوبات، ترفع العقوبات وترجع لطاولة المفاوضات. نعم، إذن سيد أفقهي، لكن اليوم هناك إدارة جديدة بقيادة الديمقراطيين بايدن هنا. يعني بايدن هو مع أسف يعني أسوأ من ترامب، لأن يعني ترامب كان رجل صريح، كان يقول أنا أمزق الاتفاق وأنا أفرض عقوبات، ولكن بايدن قبل أن ينتخب كرئيس جمهورية رفع شعار العودة إلى طاولة المفاوضات، رفع العقوبات والالتزام بالاتفاق النووي. ما يحصل الآن أخي العزيز هو أنه كل يوم يزيد من هذه العقوبات ضد شخصيات حقيقية أو حقوقية أو شركات أو بنوك. هذا في الحقيقة نوع من النفاق السياسي الذي لا تقبله إيران. إيران لا تريد من أمريكا إلا حقوقها. حقوقنا الآن هناك أرصدة مجمدة، هناك منع لبيع النفط، هناك منع لاستخدام إيران الآلية للتبادل المصرفي، وكذلك عقوبات أخرى. يعني 300 عقوبة ليس من السهل. فكل ما تريده إيران ليس أكثر من حقها، وما هو حقها؟ رفع العقوبات والرجوع لطاولة المفاوضات. نعم، إذن كيف نفهم إعلان إيران مقتل 9 من الحرس الثوري في مواجهة مباشرة مع قوات أمريكية قبيل هذه المفاوضات المرتقبة الأسبوع المقبل؟ لا، هذه الاشتباكات لم تحصل في يوم واحد، يعني مجموعة الاشتباكات ربما تكون خلال شهر أو خلال شهرين أو خلال 3 أشهر، مثل ما حصل من عملية القرصنة التي قام بها البحار الأمريكيين ضد ناقلة النفط الإيرانية. يعني الحادثة كانت قبل 3 أسابيع من إعلان الحادثة، والأمريكيين عندما يفشلوا في عملية يعني حقوا هم يدفنوها، وعندما ينتصروا في عملية يطبلوها ويحجموها. إذن هذه المواجهات حقيقة والمناوشات بعض الأحيان، المناكفات، التحاذير من خلال اللاسلكي والتهاتف من خلال الهواتف المحمولة بيننا وبين الحضور الأمريكي في المياه، يعني هذه تحصل بعض الأحيان بما أنها يعني لا تريد أن تشوش على أمن الملاحة وتجعل الملاحة انسيابية ولا تقلق يعني دول المنطقة. هذه أمريكا التي أخي العزيز تأتي من أعالي البحار وتريد أن تعرقل الملاحة وتتهم إيران من أنها إيران هي التي تعبث أمن المنطقة، في حين أنه الأمريكيين هم الذين يعبثون في المنطقة. ولكن ما أشار إليها السيد تانكسيري رئيس القوة البحرية الحرس الثوري هو أنه كان هناك لنا 9 شهداء ونحن قمنا ب9 ضربات. إذا أنكرت أمريكا ذلك فربما تعرض إيران هذه الوثائق الدامغة وتسكت الأمريكي من خلال تكذيبه كل ما يحصل في المياه الخليج. نعم، الدبلوماسية السابقة الإيرانية سيد هادي أفقهي، شكرا جزيلا لك على كل هذه التفاصيل. نواصل إذن مشاهدينا، حيث قال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إن روسيا تراقب بقلق تعزيز القوة العسكرية للجيش الأوكراني، معتبرا أنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها ودول الناتو التوقف عن تزويد أوكرانيا بأسلحة حديثة وبالتالي تشجيعها على القيام بأعمال جنونية. يأتي هذا بعد أن قال رئيس وكالة الاستخبارات الدفاعية الأوكرانية في وقت سابق إن روسيا لديها أكثر من
92 ألف جندي محتشدين حول حدود أوكرانيا، مؤكدا أن موسكو تستعد لشن هجوم بحلول نهاية جانفي أو بداية فيفري من العام المقبل. بدأت اليوم السلطات الأسترالية رسميا تنفيذ برنامجها الخاص باقتناء غواصات الدفع النووي في إطار تحالف دفاعي جديد مع بريطانيا والولايات المتحدة بدلا عن صفقة سابقة مع باريس. وللحديث عن الموضوع ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من سيدني دكتور أحمد الياسري مدير المركز العربي الأسترالي للدراسات. أهلا بك سيدي. أهلا وسهلا حضرتك أستاذ رمز. مرحبا. إذن ما الذي تشكله هذه الصفقة اليوم بالنسبة لأستراليا في إطار هذا التحالف الجديد إيكوس مع الولايات المتحدة وبريطانيا؟ على مستوى السياسة الخارجية الأسترالية هي تعتبر انتقالة يعني بالنسبة لأستراليا من مرحلة يعني من مرحلة إلى مرحلة أخرى، بمعنى أنه أستراليا الآن تعتبر نفسها أنها أصبحت جزءا من الدول التي ترسم استراتيجيات المواجهة والدفاع في منطقة المحيطين، ولذلك خصوصا وأن الصين يعني لديها حضور كبير في هذه المنطقة، ولذلك أستراليا تعتقد أن معاهدة أوكوس هي عودة إلى يعني كسر طوق الجغرافيا الذي فرض على هذه القارة النائية بسبب انشغال القوى الغربية الكبرى في حروب يعني بعيدة. الآن أولوية هذه المنطقة تلقي بظلالها على الاستراتيجيات الاسترالية خصوصا المتعلقة بموضوع معاهدة أوكوس، ولذلك أستراليا تجد نفسها يعني تضع قدما في الناد النووي ولو بشكل يعني غير علن يعني غير رسمي. أعتقد أنه هي ليس لا تمتلك السلاح النووي ولكنها تمتلك التقنية النووية التي لا يمتلكها إلا الدول النووية. نعم نعم سيد الياسري، هل تجاوزت كامبيرا اليوم الأزمة الدبلوماسية مع فرنسا بإلغائها صفقة الغواصات الفرنسية؟ الأزمة لا زالت حاضرة ولكن يعني خفت وتيرتها، بمعنى أن أستراليا ستذهب باتجاه تحسين العلاقة الفرنسية الأسترالية خصوصا بعد تدخل الولايات المتحدة، ولكن طبعا هناك استحقاقات على مستوى دفع يعني استحقاقات مالية للشركة الفرنسية التي تعاقدت معها وزارة الدفاع الأسترالية، إضافة إلى تأثيرات هذا الموضوع على يعني خطة الحكومة الأسترالية بموضوع الأعمال في جنوب أستراليا، يعني ولاية جنوب أستراليا أيضا لديها حصة واستحقاق متعلق بالوظائف ومتعلق ب يعني كيف يعني يجب أن تعوض أستراليا ولاية جنوب أستراليا وأيضا فرنسا. فلذلك أنا أعتقد أنه ستبقى معاهدة أوكوس هي يعني مشكلة حقيقية يعني بين أن فرنسا لديها حضور في منطقة المحيطين وهي تعتقد أن هذه المعاهدة التفاف على أولويات واستحقاقات التاريخية، وأستراليا تعتقد أنه الوقت يعني الزمان بدأ يتسارع والقوى الصينية تقترب من الإحاطة بها من كل الجهات، ولذلك تحتاج إلى تدعيم نفسها ب مشاريع نووية يعني. فلذلك أنا أجد أنه أستراليا ستحاول أن تصحح العلاقة مع فرنسا بمزيد من التعويضات وستذهب بالاتجاه الذي أعلنته مع الولايات المتحدة. نعم طيب، إذن السيد أحمد الياسري مدير المركز العربي الأسترالي للدراسات، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر خدمة سكايب. شكرا لحضرتك. تشهد مدن أوروبية عديدة موجة احتجاجات واسعة ضد عودة بعض الحكومات إلى إجراءات الإغلاق وفرض القيود المرتبطة بجائحة كورونا، وتأتي هذه الاحتجاجات رغم تنامي مخاوف منظمة الصحة العالمية والحكومات الأوروبية من موجة انتشار أخرى للفيروس قد تودي بحياة نصف مليون شخص في أوروبا. هكذا قضت بعض المدن الهولندية لياليها الثلاث الماضية، إطلاق للألعاب النارية ضد رجال الشرطة وإضرام للنار في الدراجات
وتحطيم لبعض واجهات المباني. مدن روتردام وإنشيدا وخرونينغن وليوفاردن كانت على موعد مع هذه المشاهد، ويحتج هؤلاء على قرار السلطات الهولندية العودة إلى الإغلاق الجزئي للحد من انتشار جائحة كورونا، وتشمل الإجراءات تحديد ساعات عمل المطاعم ومنع الأشخاص غير الملقحين من دخول أماكن معينة. رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا قال إن الاحتجاجات تخفي وراءها عنفا صارخا ينفذه حمقى ستتم متابعتهم قضائيا. غير بعيد عن هولندا كان لبلجيكا حظ من موجة الغضب، فقد أثار قرار السلطات تعميم استعمال الكمامة وممارسة العمل عن بعد وتقييد بعض الأنشطة غضبا عارما في العاصمة بروكسل. هناك تجمع نحو 35 ألف شخص استجابة لدعوات أطلقها ناشطون رفضا لفرض قيود جديدة بسبب الجائحة. وفي النمسا التي دخل فيها الإغلاق حيز التنفيذ منذ الليلة الماضية، تظهر قرابة 40 ألفا من أنصار اليمين في فيينا رافعين شعارات منددة بالإجراءات التي أغلقت بموجبها المجمعات التجارية والمطاعم وصالات الحفلات الموسيقية، مع فرض حجر منزلي يشمل جميع السكان. ويرى هؤلاء أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تصدر إلا عن سلطة ديكتاتورية محضة. وتأتي موجة الغضب هذه التي تشهدها بعض المدن الأوروبية في خضم تنامي المخاوف من تفشي واسع للفيروس في عموم القارة قد يفضي إلى وفاة نصف مليون شخص بحلول الربيع القادم. أشرف اليوم رئيس الجزائري عبد المجيد تبون على مراسم استقبال رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها الجدد بمناسبة مباشرة مهامهم، ويتم تعيينه رئيس المحكمة الدستورية في الجزائر لعهدة واحدة مدتها 6 سنوات، ويطلع أعضاؤها بمهامهم مرة واحدة كل 6 سنوات، ويجدد نصف أعضائها كل 3 سنوات. إن التغيير الذي طرأ على المجلس الدستوري وترقيته إلى محكمة دستورية يتجاوز حدود التسمية إلى ما هو أبعد وأعمق ليسري على اختصاصاتها الموسعة، فقد تعدى دور المحكمة مهم من ضمان احترام الدستور ليشمل مهام الرقابة والتحكيم والضبط والاستشارة، كما يسند الدستور للمحكمة الدستورية دورا بارزا في العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها من خلال ممارستها للرقابة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والاستفتاء والفصل في الطعون التي تتلقاها والإعلان عن النتائج النهائية، مما يجعلها أي المحكمة الدستورية حاميا للإرادة الشعبية. إلى أخبار الاقتصاد الآن. ويلتحق بنا زميل وليد مذكور وأخبار الاقتصاد. أهلا بك وليد. أهلا زميلي رمزي. إذن في المستهل هنأ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي السلطات الجزائرية بخصوص استراتيجيتها حول إنعاش النمو وتقليل من تبعية الاقتصاد للمحروقات، مع مشاطرتها أولوية الإصلاح المحددة قصد مساعدة انتقال البلد نحو نموذج نمو شامل ومستدام. الهيئة المالية الدولية خلال مشاورتها الدورية تحضيرا لإعداد تقرير المهمة الاستشارية حول الجزائر أشادت بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر من أجل تعزيز اختصاصات بنك الجزائر، مشيرة إلى تسجيل الجزائر انتعاشا تدريجيا بالرغم من الصعوبات التي لا تزال قائمة نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19. أطلقت الجزائر خطط جديدة للانتقال الطاقوي تتضمن تحقيق التحول نحو المصادر البديلة في تزويد المنشآت والمرافق الصحية والتربوية بالطاقة في 3 أشهر على أقصى تقدير. الخطط التي صادق عليها مجلس الوزراء الجزائري تشمل أيضا إلزام البلديات باستعمال الطاقة الشمسية في الإنارة العمومية ومنع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات. تقرير في السياق لسميغان. في ذروة الطفرة النفطية ما بعد جائحة كورونا، الجزائر تطرح خطة جديدة في سبيل تحقيق الانتقال الطاقوي بتوسيع حصة المصادر البديلة في تزويد الجزائريين واستخداماتهم للطاقة في مختلف مناحي الحياة.
الخطة الجزائرية المحدثة تستهدف ترشيد الاستهلاك الداخلي للغاز الطبيعي قصد ضمان استدامة صادرات البلاد من هذا المورد الطاقوي بتسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات المتجددة عبر فتح المجال أمام الاستثمارات الأجنبية والدول المتقدمة في ميدان الطاقة الخضراء. وتنطلق الخطة من تحقيق التحول الطاقوي عبر كل المرافق والمؤسسات التابعة لقطاعي الصحة والتربية في ظرف 3 أشهر على أقصى تقدير، مع اعتماد المعايير البيئية في توجيه قطاعي البناء والأشغال العمومية بالنظر إلى تفاقم معدلات الاستهلاك المنزلي للطاقة بصفتها أكبر الفروع تبذيرا للكهرباء والغاز عبر البلاد. بالتزامن ستكون البلديات ملزمة على استعمال الطاقة الشمسية في ضمان الإنارة العمومية. نفس الإجراءات ستجبر الهيئات المكلفة بإدارة الطرق السيارة والمناطق الجبلية على تنفيذه في أقرب الأجل. ولأنها منافذ لتبذير الطاقة المنزلية، فإن خطة الانتقال الطاقوي تتضمن إطلاق معركة في مواجهة أجهزة التدفئة عبر المطابقة لمعايير ترشيد الطاقة، بإطلاق حملة مجانية للمراقبة التقنية للمدفأت، إجراءات تترافق مع منع استعمال الخشب في مشاريع بناء السكنات في انتظار تنصيب المجلس الأعلى للطاقة قريبا للإشراف على السياسات العمومية في مجال الطاقة. كشفت نيجيريا عن ارتفاع وتيرة التحضير لإطلاق ورشات إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء، والذي ينتظر أن يصل أكبر منتج للغاز في إفريقيا نحو أوروبا مرورا عبر الجزائر. وأكد سفير نيجيريا بالجزائر محمد مبدول إن مشروع أنبوب الغاز الجزائري النيجيري يسير بسرعة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، وأن البلدين نجحا في مد الأنابيب إلى حدود النيجر، وأن الجزائر ستساعد بلاده على تسويق غازها في السوق الأوروبية. وفي تصريحات نقلتها صحيفة بانش النيجيرية، ذكر الدبلوماسي النيجيري أن بلاده ستزود أوروبا عبر هذا الأنبوب بثلاثين مليار متر مكعب من الغاز سنويا. سفير نيجيريا بالجزائر كشف عن محادثات متقدمة لإطلاق رحلات جوية مباشرة بين الجزائر وكبرى المدن النيجيرية على أن تتكفل الخطوط الجوية الجزائرية بتسييرها. الدبلوماسي النيجيري أوضح أن المباحثات الجزائرية ستركز على برمجة رحلات انطلاقا من مطار الجزائر الدولي نحو أبوجا ولايغوس، ما من شأنه تقليص مدة التنقل بين البلدين جوا من 11 ساعة حاليا إلى أربع ساعات بتفادي التنقل عبر مطار إسطنبول والدوحة. السفير النيجيري أعرب عن أمله في تجسيد الخطوة قريبا بعدما تم تأجيلها السنة الماضية بفعل تداعيات جائحة كورونا. أبانت الطبعة الخامسة لفعالية المعرض الدولي للإمداد والنقل المقام بالعاصمة الجزائرية عن مشاريع واعدة للشركات المحلية الناشطة في قطاع النقل لتدويل أنشطتها وتكييفها وفق مساعي البلاد لرفع صادراتها خارج المحروقات وإضفاء المزيد من التنافسية على السلع المحلية ضمن تحرك لتوسيع الحضور الجزائري في أسواق عمق إفريقيا. تحت شعار تدويل أنشطتها، تحضر كبريات الشركات الجزائرية في فعالية معرض اللوجستيك، والهدف المساهمة في إضفاء التنافسية على السلع المحلية، فلا تصدير دون منظومة لوجستيكية قوية وناجعة. ترقية الصادرات خارج المحروقات لا يمكن أن تكون بدون قطاع النقل قوي وحاضر. نتحدث كذلك عن يعني القواعد اللوجستيكية التي هي في طور الإنجاز، بما فيها قاعدة لوجستيكية في منطقة الدبداب، في منطقة تندوف، وكذلك طمن راست، وقريبا في إليزي وأضرار. تعمل على هذه القواعد اللوجستيكية، ستقوم بخلق مناصب شغل أولا، ثانيا كذلك فيه الولوج إلى الأسواق الإفريقية، لأنه وهذا يعني يكون سهل ويكون تقليل التكاليف، لأنه لما تكلفة المنتوج يعني تكون أقل، معناتها المنتوج يكون تنافسي. هنا تكشف المجموعة الجزائرية للطيران المدني عن نواياها في توسيع خريطة رحلاتها المتخصصة في الشحن نحو الوجهات الإفريقية بوضع أسطولها الجوي تحت طلب المصدرين.
احنا رانا في الخدمه في المتعاملين الاقتصاديين، الطائرات موجوده تقدر تروح لاي مكان في افريقيا، ورانا في الخدمه في رانا تحت الطلب، اي طلب موجود نقل البضائع الجزائريه المصدره نحو وجهات افريقيا رانا في الخدمه، ما عندنا حتى اشكال ولا حتى عائق لا تقني ولا تجاري. أسطول جوي معتبر يترافق مع مساعي مجمع تسيير الموانئ الجزائرية لتكييف أنشطة المنشآت المينائية التابعة له وفق الأهداف المعلنة للجزائر في إحداث حركية تصديرية خارج المحروقات ورفع المبادلات مع باقي الدول الإفريقية. Les ports, ils ont joué un rôle important il y a de cela bien longtemps et ils sont appelés à encore davantage maturer un peu leur potentiel pour essayer d'assurer toutes les ambitions des nationales et puis les ambitions des pouvoirs publics, celui de créer des corridors, de corridors qui vont conquérir en fait l'Afrique. تعود فعالية معرض اللوجستيك بعد عامين من الغياب لتكشف عن طموحات جزائرية واعدة في التصدير وتوسيع حضورها على الصعيد القاري. افتكت الجزائر جائزة أحسن جناح رسمي في المعرض التجاري الإفريقي المقام في مدينة دورمان بجنوب إفريقيا، وتمكنت المؤسسة الجزائرية لصناعة الأنابيب فرع مجمع إيميتال من نيل المركز الأول من بين أكثر من 1000 عارض من 55 بلدا مشاركا، نظير نوعية المنتوجات والخدمات التي تم عرضها إلى جانب الإقبال الكبير للمتعاملين الاقتصاديين الأجانب والزوار. وعرفت الطبعة مشاركة أزيد من 60 عارضا ومؤسسة جزائرية ناشطة في مختلف القطاعات بمساحة عرض تقدر ب 600 متر مربع. جبهة البوليزاريو كافة الناشطين الأجانب في القطاع الاقتصادي إلى الانسحاب الفوري من الصحراء الغربية، معتبرة وجودها في المنطقة خرقا سافرا لمقتضيات القانون الدولي. جبهة البوليزاريو وفي بيان توج أشغال الدورة العادية الخامسة لأمانتها الوطنية وجهت نداء عاجلا إلى كافة الشركات الأجنبية التي ورطتها سلطات الاحتلال المغربي للانسحاب الفوري من تراب الصحراء الغربية باعتبار وجودها في الإقليم خرقا سافرا لمقتضيات القانون الدولي. آخر خبر في الحصاد الاقتصادي، العودة لك أمزي. شكرا جزيلا لك وليد. مشاهدينا الكرام، أخبار ورياضة بعد الفاصل. ويلتحق بنا زميل كريم العربي وأخبار الرياضة. كريم أهلا وسهلا. أهلا رمزي، أهلا بكم مشاهدينا الأفاضل إلى الموعد الرياضي، والبداية ستكون من فرنسا حيث عادت ظاهرة العنف لتضرب الملاعب الفرنسية مجددا في الدوري المحلي، حيث انتهى لقاء أولمبيك ليون وأولمبيك مارسيليا بعد انطلاقه بسبع دقائق فقط بسبب إصابة قائد مارسيليا ديمتري بايات بمقذوفة على رأسه في سيناريو تكرر في العديد من المرات هذا الموسم في الليغا. فرنسا التي لطالما تغنت بسل يبدو أنها فقدت بوصلتها وغرقت في طوفان العنف الذي ضرب شوارعها، وبهيجان بلغت أمواجه مدرجات ملاعبها لتشملها من شمالها إلى جنوبها. فهرس أعمال الشغاب حمل في سطورها أحداثا كثيرة طلقت به جماهير الأندية الفرنسية منذ الجولة الأولى لدوريها الروح الرياضية بالثلاث، فتارة اقتحام للميدان وتارة قذف للألعاب النارية، ودائما لافتات حاضرة تحمل رسائل عنصرية تمييزية في حق اللاعبين الأجانب، خاصة الأفارقة منهم أصحاب البشرة السمراء، بشرة لا يرونها كذلك إلا في مباراية الدوري المحلي. أما عندما يتعلق الأمر بمنتخب الدياكا فلا لبس حتى على تتويج عالمي صنعته تركيبة إفريقية. الحديث عن العنف في الدوري المتراجع إلى المركز السادس في آخر تصنيف لليوفا لكبرى الدوريات الأوروبية يقود للغوص بتفاصيل أحداثه التي شاءت الأقدار أن يكون أحد أعرق الأندية الفرنسية أولمبيك مارسيليا متغير ثابت فيها، أحياناً بصفة فاعل كما يتهمونه ومفعول به كما ظهر في لقائه الأخير أمام مستضيفي أولمبيك ليون.
الذي لم تلعب منه إلى 7 دقائق قبل أن ينهيه الحكم خوفا على سلامة اللاعبين بعد تلقي قائد لوام بايد ديمتري لمقذوفة على رأسه أردته أرضان. ليون مارسيليا مارسيليانيس ودرب العداء التاريخي بين ليل ولانس ومواجهات أخرى كلها كان عنوانها الأبرز العنف يضرب فرنسا. كل هذا ولم يلعب سوى 14 لقاء من أصل 38 للدوري الفرنسي، ليبقى العنف النار التي تهدد فرنسا. فهل ستنجح الأخيرة في إخمادها أم أن للجماهير كلام آخر تقوله؟ للحديث أكثر مشاهدينا الكرام ينضم إلينا من فرنسا عبر خدمة سكايب حمزة كحلوش مساعد مدرب في نادي راسينغ الفرنسي. مساء الخير حمزة. مساء النور وشكرا على الاستضافة. طيب حمزة، نبدأ في الحديث عن هذا الموضوع، أنت المقيم بفرنسا وتعرف جيدا الكرة الفرنسية، ماذا يحدث في البطولة ليغ 1 هذا الموسم من عنف شاهدناه في 14 جولة الماضية؟ الأمس مباراة ليون أمام مارسيليا توقفت عند الدقيقة 7، إذن ماذا يحدث تحديدا حمزة؟ فعلا هذا أمر غريب يحدث هذا الموسم في الدوري الفرنسي ليغ 1. الكل يعني حائر ماذا هناك، لماذا كل هذا العنف في المدرجات؟ في الكثير من المباريات شاهدنا تصرفات غير لائقة من الجماهير، تجاوزات كبيرة، حتى أننا شفنا مناصرين يدخلون إلى أرض الميدان. ثم في مباراة الأمس القطرة التي أفاضت الكأس وهي الحادثة مع باي في ملعب غروباما ستاديوم بليون، لما تعرض لاعب مارسيليا إلى رشق بقرارة مياه على رأسه وتسبب في توقيف المباراة. ربما هناك ما بعض التقارير تقول بأن الاتحادية الفرنسية قلقة جدا مما يحدث في الملاعب الفرنسية، ولكن لو نعرف بعض الأسباب سنقول يعني نعطي الحق أو سنقول لماذا هناك العنف في الملاعب، لأن ليس هنالك تسيير في الملاعب، نحن ندخل المباريات ونشاهد المباريات ونعمل كمدربين. المشكلة في الملاعب أن هناك أمن داخلي وهناك شركات خاصة للأمن وفقط، يعني في الدوري الفرنسي لا توجد شرطة أو شركات مختصة في الأمن الداخلي للملاعب وكيف التصرف مع الجماهير، لذلك نشوف هذه التجاوزات. كما أن هنالك حساسيات كبيرة بين الفرق بحكم المقابلة التاريخية، لما نتكلم على الدربيات نتكلم على الكلاسيكو مثلا بي اس جي مارسيليا، وكما شفنا مناصر الذي دخل إلى أرض الميدان في مباراة مارسيليا بي اس جي. لذلك على الاتحادية الفرنسية تتصرف في أقرب وقت ممكن، وهذا الذي لم تستطع فعله لحد الآن، والذي يطرح تساؤلات كثيرة جعلت الشارع أو المحيط الرياضي هنا بفرنسا يطرح العديد من التساؤلات. طيب لماذا حمزة كل هذه التصرفات في الملاعب الفرنسية؟ طيب حمزة، ربما التساؤل هو كيف لدولة مثل فرنسا لم تتمكن من إيجاد حل لهذا المشكل الذي تكاثر أو يعني عرف التطور وتزايد كبير في السنوات الأخيرة؟ هذا الأمر كنا نشاهده ربما في مباراة الكلاسيكو بين مارسيليا والبي اس جي، لكن هذا الموسم أو في السنوات الأخيرة صرنا نشاهده تقريبا في كل ملاعب الليغ 1. قلت لك هي مشكلة أنه عدم التخطيط الجيد هنا في الملاعب الفرنسية، الجماهير أصبحت تتصرف بحرية، ليس هنالك يعني ردع كما تفعل الدول الأخرى مثلا في إنجلترا، هنالك غرامات مالية كبيرة توصلت على الأندية وعلى الفرق وعلى حتى الجماهير، لكن في فرنسا أكبر شيء يقومون به هو اقتياد الجماهير إلى مركز الأمن، يتم التحقيق معه اليوم او يومين ثم يتم اطلاق سراحه، لذلك ليست هنالك يعني وسائل للردع التي تجعل من الملاعب منظمه، وهو ما شفناه امس في مباراه امس وفي كل يعني اغلب الجولات الليغ 1 شفنا تجاوزات من طرف الجمهور، والاتحاديه الفرنسيه غير قادره على التحكم في الامر، حتى لجنه المنازعات
قامت بعقوبة الفريق ليون بعدم اللعب، عدم دخول جماهير إلى أرضية الميدان حتى 8 ديسمبر القادم. ولكن هذا غير كافي، لابد من إجراءات صارمة، لابد من غرامات مالية كبيرة، ولابد من ضرب بالحديد في مثل هذه التصرفات، لكن لم نرى هذا الشيء بتاتا، والامور ستستمر على هذا المنوال اذا لم يتم التصرف في اقرب وقت. طيب حمزه، هذا الامر يحدث في الليغ ان في البطوله المحترفه، اقول في الاقسام السفلى وانت الادرى بهذا الامر، كيف هو الامر هناك؟ نفس الشيء، وقلت لك نحن كمدربين يعني نتنقل بين الملاعب، ليس هنالك امن، يعني هنا المشكله ان الشرطه لا تحضر المباريات عكس في الدول الاخرى، او عندنا في الجزائر الشرطه تحضر في المباريات وتتحكم في زمام الامور، هنا في فرنسا لا توجد الا شركات للامن خاصه، وهذه الشركات ليست يعني متخصصه فعليا في الملاعب، يعني فقط هي شركات عامه للامن العام، تعمل حتى في المحلات التجاريه، تعمل في كل مكان، يتم تكليفها فقط في يوم المباريات، وهذا غير كافي، لذلك نرى تجاوزات كثيرة. نحن في الملاعب دائما في مبارياتنا يعني جمهور قريب جدا من الملعب، في بعض الأحيان تحدث يعني تحدث تجاوزات، ونحن كمدربين من نقوم به في كثير من الأحيان فك ذلك التجاوزات وتلك الصراعات التي تحدث داخل أرضية الميدان أو في المدرجات. لذلك نظن بأن المشكلة دائما نقولها بأن في هنا في فرنسا هي مشكلة عدم التخطيط الجيد وعدم تواجد توفر الأمن اللازم للمباريات، ولذلك نرى كل هذه التصرفات التي لا تليق بدولة هي بطلة العالم في اللعبة، ونتكلم على الدوري المحترف الليغ فيه نجوم عديدة وآخرهم نجم حمزة ميسي، فلا بد من حماية هذه النجوم، وأنا أنظن حمزة أن الأمور لن تتوقف عند هذا الحد. دهمنا الوقت حمزة، ابقى معي سنتابع موضوع آخر يتعلق بمهاجم المنتخب الجزائري بغداد بونجا، حيث حسم مدرب نادي برشلونة تشافي هيرنانديز الجدل المتصاعد بشأن حقيقة اهتمام النادي الكاتالوني بالدولي الجزائري ومهاجم السد القطري بغداد بونجا، مؤكدا أن ما تم تداوله غير صحيح. لا، ليس ضمن اهتماماتنا. صحيح بغداد بونجاح مهاجم رائع، لكن لا يوجد اهتمام من النادي بها، ولا أعلم مصدر هذه الأخبار. ولعلمكم لن أنتدب لاعبين من السد. حمزة كحلوش، إذن تشافي هيرنانديز أكد أن نادي برشلونة غير مهتم ببغداد بونجاح مهاجم المنتخب الجزائري، ما رأيك في تصريحات تشافي هيرنانديز، وهل تظن أن هذه التصريحات قد تؤثر على بونجاح في البطولة العربية مع المنتخب الجزائري؟ هي فعلا هي تصريحات منطقية، والكل كان ينتظر هذه التصريحات من زافي سواء بالإيجاب أو بالسلب، وقد جاءت بالسلب، يعني بونجاح لن يكون في برشلونة، هذا متوقع جدا، وحتى بونجاح يعلم ذلك، ولا أظن ستؤثر عليه بتاتا، لأن لو هناك مفاوضات فعلا مع الفريق مع فريق برشلونة كان بونجاح ليتأثر، ولكن ما دام شافي أكد ذلك فنظن بأن بونجاح مركز على كأس العرب. ونتكلم عاطفيا ربما نقول كجزائريين كنا نتمنى أن يذهب بونجاح إلى برشلونة، ولكن من جانب التقني بحت برشلونة حاليا في مرحلة إعادة البناء، ويبحث عن تجديد الفريق ويبحث عن الجودة في اللاعبين، ومستبعد أن يجلب لاعبا ليس لديه أدنى خبرة في الدوريات الأوروبية في المستوى العالي، يضاف إليها العمر المتقدم لبونجاح، وأيضا فلسفة النادي وقيمة النادي. أنا أظن بأن بونجاح ربما ينجح كقيمة فنية، ولكن هل ينجح من الجانب الذهني والنفسي؟ وحنا نتكلم على هذا اللاعب بالذات الذي كثيرا ما عانى من هذا المشكل مع صحيح. المنتخب الوطني الجزائري لما يكون في مباريات القوية يخرج جانبا، ونحن نتكلم على برشلونة على الضغط الكبير داخل أسوار الفريق الكاتالاني، وفي هذه المرحلة بالذات هي مستبعدة، وجافي قد أكد ذلك، ونتمنى فقط بونجاح
كما قلت أن لا يتأثر بهذه يعني ربما نقول تصريحات تقارير صحفية التي لم تكن صحيحة بتاتا. شكرا لك حمزة كحلوش مساعد مدرب في نادي راسينغ الفرنسي، كنت معنا عبر خدمة سكايب مباشرة من فرنسا. شكرا لكم. إذن مشاهدينا الكرام بهذا نصل إلى ختام الموعد الرياضي، شكرا لكم على حسن الإصغاء والمتابعة، عودة إليك رمزي. شكرا لك كريم. إذن مشاهدينا في الثقافة الآن، افتتحت وزارة الثقافة العراقية مسرح الرشيد بالعاصمة بغداد بعد سنوات رزح فيها تحت الرماد بغية بعث الروح في الساحة الثقافية العراقية من جديد. عراق الحضارة والتاريخ يعانق الفن من جديد. ويعود إلى الواجهة الثقافية بفتح أبوابه أمام الوافدين الحالمين بمشاهدة أرقى العروض المسرحية. مسرح الرشيد يرمم خشبته من جديد بعد الحرق الذي تعرض له لاستقبال الفنانين من مختلف دول العالم بعد غياب دام 18 عاماً منذ سقوط بغداد. فنانون من تونس والأردن ومصر وإيطاليا على موعد مع الجمهور العراقي الذواق للفن والمتعطش لعودته إلى يومياته. فعاليات مهرجان بغداد الدولي للمسرح ستعرض 15 عملاً عربياً وتستمر إلى غاية 26 من الشهر الجاري. استعادة المسرح هي استعادة لذاكرة العراقيين الذين لطالما استمتعوا بالعروض المسرحية التي احتضنها في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بمشاركة كبار الفنانين العرب من سوريا ولبنان ومصر. القائمون على الثقافة في العراق رفعوا التحدي وأعادوا بناء هذا الصرح الفني الذي أخرج المسرح من فترة النقاهة الطويلة. ختام الحصاد وتذكر بالعناوين. المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا تغلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة وتحصي أزيد من 80 مترشحا. في السودان إطلاق سراح معتقلين بارزين وعودة الهدوء إلى شوارع الخرطوم. وبين أسبوع من استئناف محادثات في فيينا ووصول مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، طهران تعلن مقتل 9 من الحرس الثوري باشتباكات مع القوات الأمريكية. وتابعتم في حصاد الليلة اعتقالات واحتجاجات عنيفة في أوروبا بسبب القيود الهادفة إلى الحد من انتشار كورونا. وتابعتم أيضا في الرياضة، العنف يعود إلى الملاعب الفرنسية. شكرا لطيب المتابعة، ليلتكم هادئة والسلام عليكم.